طبعا نحن موجودين اليوم بمهرجان الموضة للأزياء المحتشمة بكامبينسكي، قصر كامبينسكي جزيرة النخلة. معنا مقدمة الحفل الإعلامية والفاشينيستا بشرى مهدي. كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟ خبرينا عن المهرجان اليوم. اولا انا مبسوطة متواجدي معاهم السنة الثانية، اول سنة كنت ضيف شرف وهالسنة تواصلوا معي عشان اساس اكون عريف الحفل. واسبوع الموضة يعني كونسبت جديد ورائع وانا سعيدة بتواجدي. حلو. طبعا انت اليوم لابسي كمان كفتانة اذا مش هيك؟ لازم المغربي، لازم اللمسة المغربية تكون موجودة. القفطان من ضمن الأزياء المحتشمة، يعني هو هلا يعني أكثر شيء الناس عم تلبسه كاحتشام هو القفطان، وكثير عم ياخذ حقه لأنه القفطان رائع جدا وكثير حلو. أزياء مين خبرينا؟ اوكي، القفطان طبعا مغربي تراث ومعروف من زمان وعنده شعبيه كبيره. الحلو فيه انه محتشم وراقي وعصري في نفس الوقت. تعاملت مع مصممه ما شاء الله اردنيه حما ياسين، احب اتوجه لها تحيه، وضفنا عليه بعض اللمسات العصريه خلينا بشكل قفطان وفستان وكذا. حدا مشارك من بالمهرجان؟ حوالي 30 دولة مشاركة وأكثر من 30 مصمم بعد موجود من كل أنحاء العالم، أمريكا، عندك أوروبا، إندونيسيا، السعودية، إيران، كلهم مشاركين. وكله طبعا بالأزياء ضمن الأزياء المحتشمة، وطبعا في اكسسوارات والأشياء الإضافية للمرأة المحجبة أو اللي بتلبس باحتشام. صحيح، وهالسنة في إضافة جديدة مميزة هي اللي خلتني نحضر المهرجان، إنه هالسنة سووا الأزياء لكوز كويس، يعني جود كوز معين اللي هي للسبيشال نيد. دخلوا الفاشن للناس ذوي الاحتياجات الخاصة، سووا لهم لاين خاص فيهم من الأزياء المحتشمة، وكان لهم دور كبير في عرض الأزياء هالسنة. طب هو شو بيتضمن فعاليات المهرجان؟ في ورش عمل طبعا موجوده، وفي تدريبات موجوده، بلاس في خبرات، تشارك خبرات ومعرفه، وهذا كله موجود. يعني كم يوم المهرجان؟ 3 ايام، اليوم وبكره والسبت ان شاء الله بيكون الكلوزنج سيرموني. اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. ايضا بمهرجان الموضه للازياء المحتشمه مع مصممه الاردنيه هامه ياسين، مرحب فيك بالامارات. اهلا وسهلا. اهلا. بدبي طبعا نحن اليوم موجودين بالمهرجان الأزياء المحتشمة، خبرينا عن مشاركتك بهذا المهرجان. مشاركتي بهذا المهرجان اجت بعد ما حضرت السنة الماضية بس ما كنت مشاركة. عجبني الكونسبت انه موضة محتشمة، فحبيت ادخل الموضوع. مشاركة بهذا الايفنت بكوليكشن كاملة بتحكي عن السعادة، عن مفهوم السعادة، فاخترت الالوان، الوان كلها بتجذب السعادة للي بيلبسها. وكمنظور لموضوع الموضة المحتشمة عم بنظر له انه الست المحتشمة لازم تكون مرتاحة وانيقة، فبالتالي راح تكون سعيدة اذا لبست قطعة مميزة مثل هيك. كيف ازياء للسعادة، يعني انه كيف الازياء بتجلب السعادة؟ بالوانها، بتصاميمها، يعني مجرد ما اي شخص او اي وحدة اي ست لبستها راح تشعر بالسعادة 100%، لانه الالوان، الوان حلوة، الوان جذابة، فرايحية، مريحة. طب هل انت كل ازيائك محتشمه؟ في عندي مشكل هيك وهيك صراحه، بس للمودست فاشن ويك اكيد الكوليكشن اللي عملتها محتشمه. شو نوعيه الازياء؟ قفاطين اكثر، يمكن القفطان هو اكثر شيء بيناسب المراه المحتشمه. ممكن نعم، برمضان مثلا از انه سيزن او موسم اكيد بنستخدم العبايات والقفطان والاشياء هاي، مناسبه للسهرات الرمضانيه، وباشياء الحفلات بتكون الدريسز مناسبه بطريقه برضه محتشمه وجميله. وطبعا بالاردن عندكم هون بدبي؟ الاردن ودبي، بتنقل بين الاردن ودبي. طب اخر موضه هلا للمراه المحتشمه، يعني بالنسبه للحجاب او الثياب، شو عم تستخدموا او شو في هيك موضه معينه؟
هلا كثير الصراحه الموضوع هو تحدي، خاصه بموضوع الفابريك او الاقمشه، انه بما انها هي محتشمه وطويله فلازم تكون الاقمشه مريحه بالحركه وباللبس، مش زي الازياء الثانيه الاخرى. فهذا بيكون تحدي اختيار نوع الاقمشه بحيث تكون الست وهي لابسيته مرتاحه وحاسه. في اقبال بتحسي في يعني المراه، يعني هو الاحتشام كثير حلو بيعطي انوثه ووقار للمراه، في اقبال من النساء على اللبس المحتشم؟ اكيد اكيد في اقبال، خاصه انه موضوع الاحتشام كان محصور كفاشن، انه الوان ممله صراحه، ديزاينات عاديه مكرره. فهلا بما انه الموضوع صار جديد، صارت الديزاينرز تدخل على موضوع الموضه المحتشمه كثير، صار في كوليكشنز جديده، الوان جديده، ديزاينات جريئه، بحيث الست تكون سعيده وهي لابسه هيك ديزاين. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا شكرا، يعطيك العافيه. الناس يشوفوا زاد اليوروبيان فاشن، معناتها موجوده كمان المودرن فاشن، موجوده كمان في اليورو في اليوروب وفي الامريكا. وانت هلا مشاركه بالاول سنه لا انا اول مره كنت في دبي عام اللي فات في ديسمبر، وعام اللي فات في الصيف في جاكرتا كنت زاد، معناتها وريت الاول كوليكسيون متاعي، وهذه ثاني كوليكسيون نوريها في دبي مودرن فاشن ويك. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا شكرا شكرا. مصممة الازياء المغربية عايشة عياش، خبرينا عن حضورك اليوم مهرجان الموضة للازياء المحتشمة. اليوم انا في ضيافة مهرجان دبي فاشن ويك كضيفة شرف مغربية، وعندي ماركة عبايات في المغرب، ودابا كنفكر نستقر في دبي باش نتوسع في المجال ديالي. انت جديدي على دبي، جاي زيارة؟ اي مرحبا بي عندكم. اهلا وسهلا فيك. طبعا انت بتصممي الكفتان المغربي؟ لا انا عندي ماركة عبايات، ما كنديرش المغربي، ولكن اليوم اطلالتي مصممة مغربية ليلى العمراوي، اللي كنشكرها على اهتمامها بالمغاربة اللي مقيمين في الإمارات. تصممي عبايات شو؟ عبايات سوداء؟ والله سوداء، أنا شوية داخلة في الفاشن، كنديرهم بالألوان، كنديرهم بلمسة مغربية، ضروري أنا العبايات ديالي فيهم لمسة مغربية، تاتش مغربي، فكنخلط شوية. يعني ممكن نشوف عباية مع القفطان، يعني هيك شيء؟ عباية قفطان، بعض المرات كندير قفطان من الداخل وعباية من الفوق. اهلا وسهلا فيك ونتمنى لك العفو. تشرفنا وكنت فرحانه بزاف انني درت معك لقاء. طبعا كمان معنا مصممه الازياء رنا السيد، صاحبه دار بوتيك رنا زون. خبرينا عن مشاركتك بمهرجان الموضه المحتشمه. هاي أول مرة، يعني مش أول مرة سوري، أني بشارك معهم. أنا بديت معهم من إسطنبول 2016، وبعدين رحنا لندن، وبعدين بديت معهم، رجعت معهم هون، بديت بفاشن شو، أول فاشن شو لإلي ب 2017 ديسمبر كان في برج خليفة، وهاي المرة أنا مشاركة معهم ببوث وبتوك شو، رح نحكي عن يونيك جوبز بالفاشن، رح نحكي عن البيرسونال شوبرز أو اللي هم المتسوقين الشخصيين هلا، لأنه هذا هلا ترند طالع، إنه صارت يعني كيف بقول البزنس بالفاشن صاير في إله طرق غير عن انه تكون واحدة انفلونسر او بلوجرز، في طرق تانية زي مثلا محللين الالوان اللي بيعملوا مثلا للوردروب، اللي بينطفوا مثلا الخزاين، او مثلا بيعملوا ريستايلينج للوحدة. انت يعني ازيائك انت رنا زون متخصصة يعني بالازياء المحتشمة، ولا عندك بشكل عام عندك كل شيء بالازياء؟ أنا صراحة كنت إعلامية سابقة، و2004 لما تحجبت لأني كنت كتير فاشنبل، فحبيت أني أنا أضل بنفس الستايل، فطبعا صار في شوية السوق ما كان فيه كتير للمحجبات، كان كتير كلاسيك، فعشان هيك أنا توجهت لحتى يكون عندي شوي كاجوال فانكي للحجاب. بس هلا طبعا هو صار الترند، في عندك اللي هي موضة الطبقات اللي هي اللايرينج، الالوان المتعددة، فهلا بالعكس يعني صار اسهل. رنا زون بدبي وين؟
بوصل فيتا مول. اكشلي انا عندي بتعامل مع براندات كمان تركيه، لانه بتعرف التركي شوي فيه للمحجبات ولغير المحجبات، يعني هو زي ما انت قلت هي موضه محتشمه. فهلا الموضه المحتشمه هي مش مقتصره بس على المحجبات، لانه هلا صار الاوفر سايز، يعني احنا هلا بنشوف مصممين اوروبيين كثير عم بتوجهوا لحتى الاوفر سايز او الموضه العريضه، يعني اللباس العريض. بتمنى لك كل التوفيق. شكرا علي. طبعا مصممه الازياء وخبيره المظهر صوفي حسين متواجده كمان بمهرجان الموضه الازياء المحتشمه. خبرينا عن المهرجان، شو رايك فيه؟ المهرجان رائع، التنظيم رائع. أنا كنت مع المنظمين من أول ما بدأوا من حوالي شهر، كنا بننسق كتير ايدياز وكتير أفكار عن التنظيم، سيدة أظلم وسيدة فرانكا وبارتنرشيب مع عارف، كنا كتير بنعمل أفكار حلوة للمهرجان. فإحنا كل أفكار المهرجان حطيناها وكل الأفكار اللي طلعت مننا حطيناها مع بعض وانتقينا منها أحسن الأشياء الحمد لله. فطبعا الأوتكام النهاردة، الفيدباك، الورد أوف ماوث، كلام الناس عن المهرجان، بصراحة أنا مش سمع أي حاجة نيجاتيف، كله بوزيتيف، كله مبسوط، والنتوركينج عالي جدا. مش متخيل قد إيه عالي، يعني من أول ما بدينا من الساعة 1 الظهر لحد دلوقتي النتوركينج عالي جدا، والبيزنس والكراود كمان كتير قوي عالي. طب حضرتك مشاركة فيه ولا كضيفة شرف أنت موجودة؟ أنا أول حاجة ضيفة ومشاركة في التنظيم مع أظلم وفرانكا، وإن شاء الله عندنا ووركشوب، عندنا ورشة عمل ثالث يوم المهرجان بإذن الله مع دكتورة نفسية بتتكلم عن الفاشن، ومع ستايلست، ومع فاشن ديزاينرز، ومعنا أنا كجولي فاشن ستوديو، فكذا حد مشارك في ورشة العمل للإطلالة. ورشة عمل مدتها ساعة ونص إن شاء الله. مشتركة كمان كباير، لأن إحنا بنعمل عبارة عن بلاتفورم لكذا براند، فمشتركة كمان كباير وبشوف المنتجات اللي جاية من دول أخرى وبتنطلق أول مرة من إمارة دبي، وحلو إنها تنطلق من خلالنا طبعا، وعلى فكرة براندات ومنتجات في منتهى الجمال. كل التوفيق يا رب. مرسي مرسي يا علي. مرسي. طبعا زوزو كهرمانة مصممة المجوهرات، صاحبة علامة الكهرمانة المجوهرات الأحجار الكريمة، موجودة معنا. طبعا أكيد لازم نشوف الكهرمانة في كل مكان، الطاقة الإيجابية. طبعا أنت ما شاء الله عن جد، بس شوفك بشوف طاقة إيجابية. الله يخليك علي. كل التوفيق. خبرينا عن حضورك اليوم بالمهرجان. مودس فاشن ويك لازم نكون فيه موجودين، واليوم أنا مدعوة من قبل المصممة بعد التصاميم والأزياء مالها تبعث السعادة، كولكشن السعادة اسمها هاما، فلهذا اجينا حضرنا الكولكشن مالها بدعوة منها، ولازم نكون متواجدين بهكذا حدث يعني في دبي. طيب شو جديدك زوزو؟ جديدي مجموعة السعادة، مجموعة الكهرمانة للرجال، للنساء، للأطفال. هسه مقبلين على عيد المرأة، عيد الأم، عاملة كولكشن وشغلات جديدة خاصة للأم وللمرأة في هذه المناسبة. نتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. شكرا. تسلم علي. Modest Fashion Week is amazing platform and I'm so happy to launch my collection over here. My collection speaks about the disabilities, where people with disabilities, they can wear my collection, and it's a very easy wear and it gives a too much glamour to a person who is actually sitting on the wheeling chair. Okay, هي بتقول انه هذا الحدث هو حدث كتير مهم، من هيك هي اختارته علشان تطلق الكولكشن الخاصة فيها أو التشكيلة الخاصة فيها، وهذه التشكيلة هي مخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، لأنه البنت اللي على الويل تشير أو على الكرسي المتحرك ممكن تكون أنيقة ومرتبة وتلبس مودستلي. Yeah, it is completely new because I was myself into a small surgery, and where I felt like I was a little bit helpless for a few days, and then I recovered and I felt like to do something for them. So yeah, it is easy zippers, magnetic buttons, people with different disabilities they can wear, able and disabled both can wear this amazing collection, and really I want that in every field people
people should come and make them in forward in anywhere in any field, yeah, not only fashion, yeah. اوكي هي عم تقول انه هذا كونسبت جديد او فكره جديده هي بلشت فيها من وقت اللي عملت عمليه وحست حالها عاجزه فقررت انه هي طبعا عاجزه لكم يوم فقط وقررت من وقتها انه تعمل شيء مخصص لهذه الاحتياجات من الزرار المغناطيسيه وغيرها اللي بتسهل على اصحاب الاحتياجات الخاصه انه يلبسوها. ثانك يو ثانك يو سو ماتش شكرا ثانك يو. طبعا معنا كمان مريم العطار من لبنان كمان هني بيقيموا نفس الحدث تقريبا اللي اليوم نحن شاهدينه مهرجان الازياء الموضه المحتشمه، خبرينا عن المهرجان اللي بيصير بلبنان. هو مش مهرجان اكثر من انه معرض، ذا مودست شو هو المعرض الاول اللي صار بلبنان بالمودست فاشن او الثياب المحتشمه. للأسف بلبنان بعد ما في كتير أضواء على المصممين والماركات اللي بتصمم قطع مميزة وكلنا بنعرف قد ايه الديزاينرز اللبنانية وصلوا للعالمية فبيستحقوا المصممين اللي عم يشتغلوا بعدهم على السمول ليفل انه يكبروا اكثر ونسلط الضوء عليهم حتى يبينوا اكثر بالماركت لانه ماركت المودست فاشن هي ماركت كبيره بلبنان وبتستاهل انه تاخذ قيمتها. وانتم بتسووه كل سنه هيدا؟ الايفنت صار بديسمبر 2018 وهلا ان شاء الله رح يصير بماي قبل رمضان. قررنا نعمل الايفنت مش انيوال مش كل سنه، قررنا نعمله مرتين بالسنه، مره بالشتويه ومره اول الربيع حتى الصبيه تقدر تشوب اول الشتويه واول الموسم الثاني اللي هو ربيع والصيف. اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك كثير. فاطمة الأنصاري مرحب فيكي بدبي، نورة دبي بمهرجان أزياء الموضة المحتشمة. يا أهلا وسهلا فيك، والله أنا مبسوطة اليوم إني واحدة من الحضور، الفاشن شو كان مرة حلو ما شاء الله. أنت فاطمة يعني أنت ما شاء الله محتشمة يعني الحمد لله حلو، لفتك هيك مهرجان أزياء الموضة المحتشمة؟ أكيد يعني لو ما لفتني ما كان حضرت، المكان مرة حلو، الاسم بحد ذاته خلاني أجي. طيب خبرينا عن زيارتك لدبي. دبي عاد مين يقدر يوصف دبي؟ أحب دبي ديرتي الثانية، مرة أحبها وأحب أقعد فيها، فيها أماكن كثير حلوة يعني. معنا مصممة الأزياء فرانكا لاسوريا، وطبعا هي صاحبة من أصحاب الفكرة تصميم الأزياء المحتشمة المهرجان، كمان هي مصممة أزياء وكان عندها عرض اليوم شفناه كتير حلو، شو بتحب تخبرينا عن هيدا المهرجان وعن تصميمك للأزياء؟ Okay, Modest Fashion Week is a project that we started 2016 in Istanbul and then we go London, Dubai and then Jakarta and now Dubai again. It's we collect everybody in Modest Fashion in one country. Right now 26 countries coming. So we celebrate everything. We have fashion show, booth, talk shows, workshop. So yeah, it's an international event. أسبوع الموضة المحتشم بدوب 2016 وسافر انعمل بلندن جاكرتا وكذلك اندونيسيا وهذه ثاني سنة في دبي. طب خبرينا عن هل في يعني حضور ناس عم تتفاعل معه لهذا المهرجان؟ The target for the show is 3,000 people but it comes from 35 countries so it's like a mini Olympic of modest fashion around the world. Yeah. هي تقول نفس الأولمبياد بس مصغر لأنه في 35 دولة مشاركة و3000 شخص مشاركين.
وهو حيصير انه كل سنه بدبي. We want in Dubai, we want to be annual because Dubai is very special for us. I love Dubai, Muslim love Dubai, and then it's harmony, tolerance, diversity, inclusive. So Dubai is perfect, so we hope we can do every year. طبعا دبي بالنسبة لنا هي بلدنا الثاني والمفضل عندنا, ف لأنه دبي بلد مميز وعاصمة الموضة في الشرق الأوسط, فراح نعملها بشكل سنوي. Thank you. Thank you. كمان مقدمة الحفل العالمية والفاشينيستا بشرى مهدي, اليوم كمان مهرجان الموضة المحتشمة, خبرينا عن اليوم الفعاليات اللي كان. اليوم كان جدا مميز لأنه يصادف يوم المرأة العالمي, فكانت احتفالات وهدايا مميزة لجميع السيدات اللي حضروا أسبوع الموضة, وكذلك كانت عروض مميزة. خبرينا مين المصممين اللي كانوا اليوم عم يعرضوا. شاركت مجموعة كبيرة من عالمية اليوم من أمريكا, شاركت بس بلباس تقليدي مغربي بس بطريقة جديدة, كان أكثر من رائع. عندنا فرانكا من إندونيسيا وأوزلم من تركيا, فكان عرض مختلط الثقافات فكان جدا مميز. طب خبرينا كيف كان التفاعل بالمهرجان, حضور الناس وهيك؟ حضور الناس جدا كان في إقبال كبير, حتى اضطرينا يعني لحظة, كان في إقبال جدا كبير. هم كانوا متوقعين أو كنا متوقعين الإقبال بس مش من هالدرجة الكبيرة, لأنه الصراحة السنة هالتنوع بالكلتشر والمزيج وخليط الثقافات والأزياء اللي جابوها السنة كان جدا مميز, ففي إقبال لأنه في اختلاف وكان أشياء مميزة. مين لابسي اليوم؟ اليوم أنا طبعا لابسة من المصممة المميزة زينة. زينة هي ما شاء الله مصممة أردنية مقيمة في دبي, وما شاء الله عندها تصاميم رائعة من مصممات العالميات. شكرا لك. شكرا, مرحبا بكم. طبعا معنا مصممة الأزياء نورة صلاح, خبرينا عن حضورك اليوم مهرجان أزياء الموضة المحتشمة. كان كتير حلو, كان حضور قوي بالنسبة لإسطنبول, عجبني كتير, لماليزيا كمان عرض كان كتير حلو, ألوان كانت كتير حلوة بالنسبة للكولكشن تبع هيدا الصيف يعني 2019. كيف شفتي هيك تفاعل الناس, أو مع ممكن تعمل شيء أنت للفتاة المحتشمة, لأنه بنشوف أزيائك كلها سواري وسهرة وهي سواري وسهرة, بس ما بيمنع أنه في عندي محتشم, يعني أنه في عندي أنه إن شاء الله في الفيوتشر أنه اسم للمحجبات يعني إن شاء الله. أوكي, بس مش أنه سواريهات أنه لازم يكون ما كله طويل وكله مش معتر, يعني أنه سواريهات ويدنج يعني أكيد أنه بالطول, بس مش سبيشال للمحجبات. شكرا لك. Thank you. Merci علي. طبعا معنا مريم زايد من بوتيك كولاج, اليوم نشوفك بمهرجان أزياء الموضة المحتشمة, خبرينا عن المهرجان شو رأيك فيه؟ صراحة كان مهرجان في المستوى وكتير حلو وراقي, وأنا كتير سعيدة أني أنا اليوم موجودة بهالمهرجان اللي كتير حلو ومنظم بشكل حلو, وأتمنى التوفيق لكل المصممات وكل الناس. طيب بوتيك كولاج شو فيه يعني الأزياء, نوعية الأزياء اللي فيه؟ وفي بنعرف أنه في أكثر من مصممين يعني بيشتركوا فيه. أكيد أنه بوتيك كولاج بيتميز أنه في ملتي ليبلز ديزاينرز, يعني فيك أنك تقول أنه عندنا من الكاجوال لين الهوت كوتيو, فكولاج بما أنه اسمه كولاج فلازم يكون أصلاً متنوع ومتجدد وراقي في نفس الوقت. شكراً لك. أهلا وسهلا.